أبل قدرت تبيع منتجات غالية لعدد كبير من الناس. أبل وصلت للمرحلة دي كيف؟ أبل عندها قاعدة بتاعت جمهور كبيرة جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت أبل قدرت تبيع منتجات غالية لعدد كبير من الناس. أبل ما قاعد تنافس بالسعر. أنت بعدين لما تعمل منتجك أو خدمتك، واحد من اثنين، يتنافس بالكواليتي أو تنافس بالسعر. فأبل ما بتنافس بالسعر، يعني مش بتقلل السعر عشان تأتراكت مور كاستمر، ما تعمل كده، بتنافس بالجودة. فأبل نحن عندنا في التسويق من الشركات الجمهور كبير وفي نفس الوقت سعرها غالي، والبيشتري تلفون أبل عارف تماما جوا عقله إنه في التلفون ده ب$1000، في تلفون تاني ب$200، لكن برضو بيشتري أبل. أبل وصلت للمرحلة دي كيف؟ أبل في بداياتها خالص لما بدت ما كان بادي بموبايلات ولا بتلفونات، كان بتبيع مشغلات موسيقى ومشغلات فيديو. فلأنه ما معروفين، ولأنه في الوقت داك ما في فيسبوك، ما في واتساب، ما في تليجرام، ما في يوتيوب، ما في أي حاجة، فناس أبل كانوا في الوقت داك بيتبعوا أسلوب اسمه knocking the door. ناس أبل كانوا مستعدين يستحملوا الطريقة دي في سبيل إنهم يصلوا للعميل المحتمل. أفضل وسيلة للوصول للعملاء المحتملين هو البيع المباشر، اللي هو بين قوسين door to door. فإذا أول قاعدة لوصولك للناس ديل انك تمشي لهم مباشره، ما بجوك الا بعد ما يبقى عندك صدى زي ابل. لكن ابل بدت كده، واي شركه مرموقه الان بتعرفها بدت كده. بيقوموا ناس ابل بيعملوا شنو؟ بعد ما يتوفقوا مع الشخص ده ويشتري المنتج بتاعهم، بيقوموا ناس ابل قبل ما يقفلوا الباب بيفتحوا معاه قناه تواصل، بيقولوا له هل ينفع اذا نزل تحديث للمنتج ده نكلمك؟ هاي كلمني. طبعا يا جماعه العملاء بيحبوا تستاذن منه، طوال بيشيلوا الداتا بتاعته، عشان في السيلز كامبين الثانيه او في الحمله الثانيه فريق التسويق ينقسم لقسمين، او فريق التسويق والمبيعات ينقسم لقسمين. قسم حيمشي لعملاء جدد نوكين ذا دور، والقسم الثاني حيتصل بالعملاء السابقين. دعونا نكتفي بهذا القدر. شكرا لك لانك تابعت لحتى هذه اللحظه، والى ان نلتقي حتى ذلك الحين، تقبل تحياتي محمد المتبع. السلام عليكم، في امان الله.